السلام عليكم. في بداية الفيديو كان عملنا ديزاين على H1 اللي هو السلكتر بتاعي، كان عبارة عن H1 وديناه اللون ده، لكن هسه انا عايز اتعامل مع H1 اللي ضمن الكلاس. ما هسه احنا عندنا كلاس وX1 ده هو داخل الكلاس بتاعي، فاذا انا عايز اتعامل مع اي element داخل كلاس السلكتر بيكون بالطريقة دي. اول حاجة بذكر اسم شنو، اسم الكلاس اللي هو هيكون دوت اسمه بX1، بعدك بعمل سبيس واذكر الاليمنت شنو. انا في بوكس 1 عايز اتعامل مع H1، معناته بقول H1 وافتح الغواص واكتب الخصائص بتاعتي. هنا انا قلت له انه انا عايز اعمل ستايل على H1 اللي هي ضمن الكلاس اللي اسمه منو، اللي اسمه بوكس 1. طيب اول حاجه خلينا نغير الكلر، طيب ونغير الفونت، بس ممكن نوجهه 30 بيكسل سايز. طيب الفونت فاميلي، يعني ما عايزة كل الدكتور بتاعي يكون عندها نفس نوع الخط، انا ممكن انا انوع في الخطوط، ممكن نختار تاهوما بالشكل ده. طيب زي ما عندي word spacing في letter spacing اللي هي المسافة بين شنو، بين الأحرف. إذا أنا عايز أكبر الأحرف، أكبر المسافة بينهم، معناته الخاصية بتاعي اسمها شنو، letter spacing. ممكن أقول 0.1 em، حاجة إنه شنو المسافة بعيدة شوية. برضه إذا عايز النص ده يكون في الوسط، يعني المحاذاة بتاعته اللي هي اسمها text align، بحدد إنه أنا عايزاه وين. ممكن أكون عايزينه في السنتر اللي هو في المنتصف، هيجيب لي النص كده. برضو ممكن نطبق تكست ديكوريشن، عايزين مثلا اندرلاين، تكست ديكوريشن عايزين اندرلاين كده. في تكست ديكوريشن برضو انا بتحكم في اللاين ذاته يكون شكله كيف، وفي اللون بتاعه ممكن يكون شنو. هو باي ديفولت بياخد اللون بتاع النص، يعني هسي نفس اخذ نفس اللون النص ده هو لون شنو، لكن انت تتحكم فيه. طيب ممكن نقول تكست ديكوريشن، تكست ديكوريشن كلر، فبحدد اللون اللي هو عايزه شنو. ممكن نختار اي واحد هنا فبياخد شنو اللون، يعني ممكن نغير، ممكن نغير اللون بتاع الخط. طيب حتى اللاين ممكن شنو، اللاين نفسه ممكن انا اتحكم فيه، يعني اذا عايز اكتر من لاين ممكن يكون دبل لاين، ممكن يكون داش، فبرضو عن طريق تكست ديكوريشن ستايل بحدد فيها اللاين انا عايزاه يكون كيف. ممكن يكون دوت هو شكله يكون بالطريقة دي، وممكن يكون داش، ممكن يكون شنو دبل لاين، دبل فممكن تتحكم فيه بطريقتك. طيب برضو عايزين اللترز دي كلها قلنا باللور كيس، ممكن نحولها لأوبر كيس، تكست ترانسفورم. اللي هو بالطريقة دي. طيب زي ما شايفين انه البراجراف الثاني ما قاعد يتأثر بأي ديزاين، لأنه هو قلنا ما ضمن الكلاس، ما ضمن الكلاس بX1. إذا أنا عايز أديه ستايل أو كده ممكن أضمنه للكلاس بتاعي، يعني زينا هنا الباراجراف ده وديناه كلاس، الكلاس ده برضه نفس الكلاس الفات اللي هو بX1، هيلاقيه أخد نفس الخصائص بتاعت شنو، بتاع الكلاس الفوق، هيكون بيجا الديزاين بتاعه كده، أنا وديناه نفس الكلاس. وزي ما قلنا إنه في فرق بين الـ ID والكلاس، الـ ID should be unique بمعنى إنه ما ينفع يتكرر، لكن الكلاس لأ، ممكن أنا أديه شنو لأكتر من element. ممكن نديه كلاس مختلف ونشتغل على الديزاين برضو بطريقة مختلفة، يعني نسميه بX2 كده، هيكون هو شنو ما ماخد نفس الكلاس، وبالتالي ما هيعمل ديزاين، ما هياخد نفس الديزاين اللي هسه ادينا ده. طيب هنمشي نديه ديزاين، همشي على CSS السلكتر بتاعي بX2، معناها هعمل دوت بعدك اسم الكلاس وافتح الاغواص دي واكتب الخصائص هنا. اول حاجة خلينا نديه background color، ممكن نديه gray، نديه color white، ممكن نديه، طيب ممكن نشوف كده
طيب هنديه برضو بعدين border margin نديه 10 و border. طيب الورده ممكن المره دي نديه دوت، وممكن نختار برضو شنو الكلر، ممكن نختار ده كده هنلاقيه واخد شنو الديزاين ده. بعدها ممكن برضو نعدل على كل الخط ونوع الخط والحجم بتاع الخط والسبيس بتوعهم شنو، كل خصائص احنا عرفناها. ما تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتكتب كل الكومنت اللي عايزه شنو. عايزه تحيي، يديكم العافية.